أصدقائي، أعتذر على تأخير الحلقة. اليوم سأريكم طريقة تسريع وحماية أغلبية هواتف الأندرويد. نتابع الشرح. ننطلق أولا الطريقة بدون برامج. نذهب إلى Setting More About Device، ثم نضغط على بوايلد نمبر 7 مرات، 1 2 3 4 5 6 7. الآن ستفعل خاصية المطورين، نضغط عليها. ستكون هكذا، نقوم بتفعيلها كالتالي. أوكي، ننزل إلى الأسفل، ندخل إلى هنا، نجعلها 0.5، الثانية كذلك 0.5، ثم الثالثة 0.5. ننزل نضع علامة هنا وهنا، ثم نواصل، ندخل إلى هذه الخانة، ثم نجعلها 2 بروسيس. الآن انتهينا من الطريقة بدون برامج. ننطلق إلى الطريقة بالبرامج. أول برنامج كاش كلير، ندخل إليه، نضغط على Option Setting، ستكون هكذا، نضغط على On، ثم Clear Frequency، أنا سأجعلها ساعة، لكم الاختيار الحر. ثم ننطلق إلى البرنامج الثاني. وللتذكير فإنه يحتاج إلى روت، No Frills، نجعلها أقصى نسبة، الثانية كذلك، ثم نضغط على Apply. وكذلك هذا الكود سأضعه لكم أسفل الفيديو. نجمة دياز 9900 دياز. ثم نذهب إلى ديبي جلوبال إنابلت، ندخل إليها، ستجدون هذه لو أي ضعيف، ميدل أي متوسط، وهاش. إذا ضغطت عليها سيعيد الهاتف تشغيل نفسه. أنا في الشرح لن أضغط على أي واحدة لأني لا أريد أن يتوقف الشرح. الآن ننطلق إلى طريقة الحماية، عفوا. وأيضا أنصحكم أصدقاء بأن تغيروا اللانشر الخاص بالهاتف، مثلي أنا وضعت كيت كات لانشر، سأضع لكم رابط تحميله أسفل الفيديو. يكفي أن تضغطوا عليه وسيتم تفعيله، سيتغير الواجهة الخاصة بالهاتف. الآن ننطلق إلى الحماية. أول برنامج اسمه موبيل كير، ندخل إليه، ثم نعدل الإعدادات على حسب ما تريد. البرنامج الثاني هو نسخة مدفوعة، أنا سأضعه لكم أيضا أسفل الفيديو. أول برنامج، لا تنسوا يا أصدقاء الإعجاب بالفيديو ومتابعة صفحتنا على الفيسبوك وضغط سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، وشكرا لحسن متابعتكم.